شركة سولارمان. من أكبر الشركات المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية بالسودان والمنطقة العربية. مقر الشركة المنشية شارع الدوحة. نستقبلكم ونقدم لكم الرأي والمشورة. مرحبا بكم في سولار مان. هواتف الشركة 0186 23 93 41. شركة سولار مان. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج رحلة عبر الكون. نحن طبعا قلنا أنه في كل مرة بنذكر بأنه نحن برنامج دارية بيقوم برحلة من الأرض، انطلاقة من الأرض وإلى الكون. وطبعا نحن ذكرنا بأنه نحن نعني بالكون شنو؟ نعني بالكون ثلاثة أكوان، أو ممكن نقول أربعة أكوان. الكون الأول اللي بنتكلم عنه أن نحن ماشيين في رحلة ليه، نحن هنطلع من فوق ونجي تحت، يعني كأنه نحن بادئين من فوق، وفوق دي كمان بلا نهاية. يعني نحن ما نقول الكون الأول الفوق اللي هو الكون دي اللي هو الموجود فيه النجوم والكواكب والمجرات والسدم والتراب الذري الموجود والمادة المظلمة، كل شيء، يعني الحاجة ما محدودة دي. يعني انت بعد تعاين فوق بالنسبة للنجوم بالليل بتشوف نجوم وتشوف سماء يعني ممتدة بلا حدود، بلا بداية أو نهاية. يعني ما ممكن تقول الكون ده والسماء ده عنده بداية، لأنه لو قلت دي البداية بتاعته هيجيك سؤال ما قبل البداية شنو، ولو قلت دي النهاية بتاعته هيجيك سؤال ما بعد النهاية شنو. يعني الكون الواسع الهائل الشاسع اللي هو ده، العلماء المقدرين عمره ب 13,500 مليار سنة. طبعا دي كلها جات من القياسات بتاعة اطياف النجوم والضوء الشموس اللي بتجينا من فوق اللي هي النجوم والتراب الذري الموجود واشياء كثيره جدا، تقديرات. وطبعا ده بيقول نشات الكون ده عن طريق، انتوا زي ما عارفين نظريه البيج بانج الانفجار العظيم اللي هو، وفي نظريه ثانيه اسمها الانكماش العظيم، انه الكون من منفجر من ذرة وممتدة ممتدة كونة الشموس والكواكب وكده إلى آخره. ثم في نظرية الانكماش العظيم إنه الكون بيجي راجع تاني بينطوي على نفسه، لكن ده موضوع طويل نحن بنتحدث عنه مرة تانية في الكون وأصل الكون ونشأة الكون إلى آخره. ثم الكون الثاني اللي هو نحن هنقوم برحلة فيه، الكون بتاع المجموعة الشمسية اللي هي الشمس وثمانية كواكب. نحن طبعا زمان كان في المجموعة الشمسية، انتوا عارفين وبتدرسوا او معلوماتكم العامه بتوري بانه المجموعه الشمسيه بتتكون من الشمس وتسعه كواكب، تسعه كواكب. لكن طبعا حسا طلعوا بلوتو برا من عام 2006 اللي هي انه بلوتو بقى يعني مش طلعوه بمعنى خارج المجموعه الشمسيه، لا جردوه من اسم كوكب. فبقت المجموعه الشمسيه في التعريف الجديد بتكون من الشمس وثمانيه كواكب، ثم شبيه الكواكب او الكواكب القزمه كبليتو وسيدنا وسيروس الى اخره، ثم الشهب والنيازك والمذنبات والاقمار. ده طبعا الكون الثاني اللي حنتكلم عنه، واللي هو من ضمنه حنتكلم طبعا لازم على المجرات، مجره سكه التبانه وطريق اللبن والمجرات اساتش، يعني اقصد انه ككل. بالنسبه للكون الثالث اللي احنا حنتكلم عنه اللي هو الارض، الكره الارضيه. كثير من الناس عايشه في الكره الارضيه قلنا وما عارف هي الكره الارضيه ليش. يعني انت ما ممكن تكون عايش في بيت وما عارف مداخل ومخارج هذا البيت والجواه في شنو وموجود فيه شنو. يعني الكره الارضيه ذاتها بتدور كيف موجوده هي في الفضاء، كيف معلقه، كيف بتدور حول الشمس، كيف بتدور حول نفسها، القمر بيضوي لنا كيف، درجة الحرارة تحت الأرض، المياه، كل شيء عن الأرض، عن الكرة الأرضية، البحار، المحيطات، الأشجار، النباتات إلى آخره، الحشرات. ده الكون الثالث اللي احنا
هنحاول نبحث فيه. ثم إذا جينا الكون الرابع، شفت كيف؟ واللي هو المهم جدا، وتزعم انك جرم صغير وفيك انطوى السر الاكبر، اللي هو الانسان نفسه. الانسان البشر، يعني انت ذاتك انت ما ممكن تكون انت انسان وبشر وما تعرف جواك في شنو. عيونك دي كيف تشتغل؟ اذنك ده كيف يعني بيسمع؟ انفك ده كيف بيشم؟ شعرك ده ليه موجود هنا؟ وليش الجمجمه دي ما فيها يعني المخ جوه؟ يعني ايش الحاميهم؟ الرجلين دي، الاصابعين دي ليه خمسه؟ ليه في الاطراف الموجوده هنا جوه دي ليه هي موجوده؟ ليه الاصابعين دي ليش ما تكون هي متساويه؟ الرجلين، القفص الصدري، كل شيء عن الانسان. انت بتاكل كيف؟ بتشرب كيف؟ كيف الغذاء؟ كيف كذا؟ دي كلها عشان نحن نعرف كمان اسرارنا نحن في دواخلنا. طبعا كل هذه الاشياء عن يقين، طبعا وجود خالق ومنظم ومدبر ومنسق لهذا الكون، يعني دي حقيقة ثابتة لا يستطيع أي إنسان عنده قدر من التفكير البسيط إنه ينكره، بأنه وراء هذا النظام كله، سواء كان الكون الأول، سواء كان الكون الثاني، سواء كان الكون الثالث، الأرض، المجموعة الشمسية، الكواكب دي كلها، والنجوم، المجرات، الإنسان، الحشرات، النبات، كل ده إن وراه منظم ومدبر وخالق. شركة سولار مان. من أكبر الشركات المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية بالسودان والمنطقة العربية. مقر الشركة المنشية شارع الدوحة. نستقبلكم ونقدم لكم الرأي والمشورة. مرحبا بكم في سولار مان. هواتف الشركة 0183 26 93 41. شركة سولار مان. نحن حنتحدث عن هذه الأشياء دي كلها، يعني احنا بتكون رحلتنا صح، يعني هنركز على الفلك، ثم أيضا بنيجي نتحدث عن الأرض والجيولوجيا والكيمياء وكده إلى آخره، ثم برضه كمان حنيجي نتحدث عن النباتات والحيوانات والإنسان وكل شيء موجود في الكون، والطيور والأسماك وأي شيء في الأرض. اليوم نحن حديثنا برضو بطريقة مختصرة ومعلومات مبسطة عن شمسنا، الشمس. طبعا الشمس دي إذا حاولنا نحن نتحدث عنها أو نتكلم عنها بالتفصيل قد ناخذ ساعات، قد ناخذ أيام، قد ناخذ ليالي عشان نعطيها حقها من المعرفة ومن المعلومات الدقيقة الموجودة فيها. الشمس هي يعني الله أولا، ثم الشمس هي ممكن نقول عليها مصدر الحياة الموجود على الكرة الأرضية. يعني نفترض أن الشمس دي مثلا وقفت، أو الشمس دي بقت ما تطلع حرارة، أو انتهت، أو ماتت، أو خلاص نحن طوال حننتهي ونموت. الشمس دي إذا وقفت اتعطلت هنا طوال حيكون عندنا جليد، والمياه حتتجمد، والبحار والمحيطات، وما حتسقط امطار وكده، والنباتات حتموت، والطيور والحيوانات وكل شيء، ونحن ذات ما نقدر نتحمل. انسان بيتحمل يعني درجه بتاعت حراره قد يكون 50 درجه، 52 درجه، درجه حراره، اذا الشمس ارتفعت درجه حرارتها من كده برضه نحن ما نقدر نعيش. واذا بردت تحت الصفر 20 30 40 درجه تحت الصفر 16 كلنا حنتجمد ونموت. درجة الحرارة في الشمس تلقاها ثابتة، عمرها حوالي 4500 مليار سنة. إذا كان عمر الكون هو 13500 مليار سنة، عمر المجموعة الشمسية اللي هي الشمس منها، اللي هي يعني الشمس بتساوي كتلة المجموعة الشمسية 99% من كتلة المجموعة الشمسية متساوية. هي بتبعد عننا 150 مليون كيلومتر أو 93 مليون ميل. تبعث الإشعاع بتاعها، الضياء بتاعه، طبعا القمر نور والشمس ضياء،
الضياء اللي هي الحاجة المشتعلة، بيجينا الضياء بتاع ده بعد يمشي درجة الحرارة دي عشان تصنن للأرض، بتصنن في 8.3 إذا سارت بسرعة الضوء اللي هي 300 ألف كيلومتر في الثانية، اللي هي 186 ألف ميل. كان فظيعة رهيبة، فظيعة جدا. شوف المشي السريع دي، يعني احنا دايما بنشوف زي ما كنا بنقول بنشوف ماضي الشمس، يعني الشمس حاسة انتهت وماتت وراحت، ما حنعرف إلا بعد 8.3 دقائق حتى نجينا الخبر إنه يا جماعة يا ناس الأرض الشمس دي خلاص انتهت ماتت، ما عاد تستعدوا أنتوا للهلاك. أو الشمس إذا جاتنا في الوسط دي كمان تبقى مشكلة تانية كبيرة جدا. الشمس عندنا طبعا هو ظاهريا بتشرق من المشرق تغرب من المغرب ظاهريا، لكن حقيقة ان احنا طبعا بندور حول نفسنا وحول الشمس دوران دي اللي هو يعني الشمس هي ساعتها. من زمان الناس بطليموس وكوبرنيكس وجاليليو وكانت في مشاكل كثيرة جدا زمان قبلهم. جاليليو طبعا ورى انه الاصل المجموعة الشمسية دي الشمس الارض هي بتدور حول نفسها، لانه دورانها ده اللي هو يعمل لنا الليل ويعمل لنا النهار وبيخلق لنا الدرجات بتاعت الحرارة المتوازنة. وحول الشمس برضو كمان اللي هو برضو كمان الصيف والشتاء والخريف وكده إلى آخره. لو كان نحن ثابتين والشمس بتدور كان دي مشكلة أكبر كبيرة جدا طبعا، لأنه نحن ما كان في جاذبية ذاتها، يعني الأرض لو كانت ثابتة والشمس بتدور حولنا ما كان بيكون في جاذبية بتثبتنا، لأنه نحن حركة دوران الأرض دي هي بتصنع زي فرن زي كأنه ما هو حاجة كهربائية موتور، موتور ده اللي هو بيخلينا احنا نثبت. ثم برضو كمان نحن في الأرض الحركة دي اللي بتخلينا في نوع الجاذبية الموجودة اللي هي بتخلينا نثبت، ثم نثبت برضو كمان عشان ما نمشي للشمس وما نمشي للقمر، وده موضوع نحن هنحكيه. لكن بنتكلم نحن هسه عن الشمس. الشمس هي مصدر كل شيء، مصدر الحرارة، مصدر هي بتبخر لنا المياه، هي بتنزل لنا الامطار، هي بتعمل الكلوروفيل الماده الخضراء بالنسبه للنبات، هي بتعمل لنا برضه فيتامين د، هي الكهرباء اللي بتجينا، هي البترول اللي نحن بنعمل به للعربات كلها لانه بتذوب الاجسام الموجوده على السطح بتحولها لزيوت ولكده. كل المظاهر الموجوده على الكره الارضيه الحياه الموجوده فيها سببها اولا طبعا واخيرا الله سبحانه وتعالى، ثم الشمس. هل هي الشمس كل مصدر الحياة الموجود فيها؟ الشمس ذاتها لها بنيران درجات حرارة عالية جدا، ملايين الدرجات المئوية، مش المئوية الكلفن، كلفن يعني واحد يعني مثلا 500 ألف مليون درجة، مليون درجة كلفن، كلفن الكلفن الواحد 272 درجة مئوية، يعني أنت تضرب في مثلا 10 مليون كلفن في الداخل النواة بتاع الشمس تضربها في 272 عشان تجيك بالمقدار، حكايه فظيعه جدا. ودرجات الحراره دي، وبعدين في الحم في منطقه الاشعاع، وبعدين الشمس ذاتها هي بتوزع درجات الحراره دي بصوره منتظمه جدا، يعني عندها بترسل الاشعاع الشمس دي، ونحن عندنا في الكره الارضيه محاطين باحزمه اسمها حزام فان الين الصغيره اللي هي بتنقي درجات الحراره دي بتنزلها لنا بالنهار، وطبعا بالليل بترجع. بعد ترجع طبعا بيحدث حس على الاحتباس الحراري اللي حصل لنا في الكره الارضيه، لانه في الطبقه بتاع ثاني اكسيد الكربون وعن طريق التلوث وعن طريق اوادم السيارات والمصانع والاخر دي قافله لنا الطبقه فوق في الاكسوسفير في كده طبقه طبقات بتاعت الاوزون اللي هي مقفله، عشان كده الشمس ما بتقدر تطلع كانما نحن في بيت زجاجي. دي بتاثر علينا طبعا في حكايه ذوبانات الجليد وفي حكايه دخول الفصول مع بعضها وكده الى اخره. نحن درجه الحراره بتصلنا حوالي 20 17 20 درجه ممكن عاديه بالنسبه للكره الارضيه، لكن بعد نصل ل 30 40 50 درجه مشكله، لانه طبعا بيكون نصف درجه غليان الماء والانسان ما يقدر يتنفس بسهوله. الشمس دي كل 7 او 11 سنه 11 سنه تقريبا بتجدد الخلايا بتاعتها، بيجي حاجه ما يسمى بالكلف الشمسي بلاك سبوتس اللي هي بتجي العواصف الشمسيه كانما تجدد. طبعا هي بتتكون من غازين الشمس دي، غاز هيليوم وغاز هيدروجين. الهيليوم الخفيف تلقاه بيتحول لهيدروجين بيتفاعلوا مع بعض، وده عمليه كيميائيه طويله جدا، مفاعل نوويه نيران
طوالي مشتعله، يعني النيران فظيعه جدا. يعني انت اذا وصلت للشمس دي قريب ليها يعني في حوالي ولا شيء، يعني 36 مليون ميل، اللي هي زي كوكب عطارد، بتحترق بتروح فيها، فما بالك بعد تمشي قريب ليها في ثانيه واحده، لانه درجات بتاعه الحراره بتاعتها دي خارج. طبعا زمان كانوا الشمس دي استغفر الله كانوا بيكون فيها عبادات اتون والشمس هيلوبوليس واسماء كثيره لها، يعني عاملينها زي عبادات لها كده بعد تسهر وكده وبتاع، لكن طبعا هي مخلوقه من مخلوقات الله العاديه، يعني ما منطقي طبعا انه يسجدوا لها ويركعوا لها، لكن هي طبعا الله اولا، ثم هي مسببه، نوع من مسببات الحياه على الارض. ومشت مركبات كثيره للشمس، اهم حاجه مركبات سوهو ويوتليس وكثيرات مشوا عشان يدرسوا الشمس منها. طبعا هي رابطه المجموعه الشمسيه ككل، جاذبها، والمجموعه الشمسيه كل واحده بالاقمار بتاعتها والكوكب الثاني بجاذبيته، هم اللي بيثبتوا كلهم عليها. كلها الشمس دي طاقات من البلازما، وهي متوسطه الحجم، عمرها 4500 ممكن نقول عليها نجم اصفر، يعني زي النجوم اللي بنشوفها دي، في نجوم ثانيه اكبر منها وفي نجوم اصغر منها. شمسنا دي عمرها 4500 مليار سنه، من النجوم المتوسطه اللي هي في منتصف العمر، يعني عمر العمر خلاص زي كانه عمر واحد في الخمسينات، وعمره 4500 مليار سنه. في اعمار بتاعت نجوم برضو عمرها اكثر من كده، 100 مليار سنه وملايين مليارات المليارات السنوات، لان اعمار النجوم حكايات كبيره جدا وضخمه. والنجوم دي طبعا بتتولد كلها وبتتشكل وتتنظم في مكان اسمه السدم، ليه بعدين معنيا احنا نتكلم، بنوري انه كيف النجوم بتتشكل وكيف النجوم بتولد وكيف بتطلع، عشان منها من النجوم او من الشموس بتطلع الكواكب. يعني نحن امنا هي الشمس، والقمر هو ابننا، يعني القمر هو جده الشمس. وطبعا الشمس دي طبعا حكايه من الاسرار الغريبه جدا، من الاشياء المعجزات اللي فيها الموجوده فيها. وطبعا نحن عندنا زي ما قلنا لكم الطبقات الفوق، يعني اللهب الواحده الفوق دي بتمتد من مسافة أطول من هنا للقمر، مسافة من هنا للقمر 400,000 كيلومتر، يعني أنت المسافة ممكن تسافر لها في 3 شهور. بعدين كل اللي هي ممكن نقول عليها الشمسية دي الفوق دي، اللهب ده طالع لفوق ما ماشي على الأرض، لأنه لو ماشي على الأرض كان مشكلة كبيرة بالنسبة لنا. لكن في العواصف الشمسية، الشمس بعد تجدد خلاياها بتجي بعض العواصف الرياح الشمسية داخل على الأرض، لكن الأرض محاطة بأحزمة بناني الكبير والصغير بتاعها، بتضرب في الناموسيات دي، في البالونات دي بتمشي فوق. طبعا ليه الفلكيين بيعرفوا العواصف دي بتجي متين، عشان كده بينبهوا الناس الأرض هنا، لأنه بتأثر على الأقمار الصناعية، بتأثر على هجرات الطيور، بتأثر على النباتات، بتأثر على أشياء كثيرة جدا. الشمس سر من الأسرار الغريبة جدا، وسر إلهي عظيم جدا خالص، وفعلا هو بيبعث نوع من الضياء. وهي الحياه الموجوده على الارض تعتمد اولا واخيرا على الله اولا، ثم على الشمس. والشمس كمان تاني ان شاء الله نحن بعد نيجي تاني هنتكلم عنها بصوره اكبر واوضح وادق واكثر تفصيلا. ان شاء الله تكون المعلومه البسيطه دي ادتكم يعني حاجه تعريفيه بسيطه عن الشمس. شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين، والى اللقاء في حلقه اخرى. شكرا.